السلام عليكم ورحمة الله، نأنس برفقتكم مجددا في حلقة جديدة من برنامجنا الحقوقي الإنساني لست وحدك، البرنامج الذي نتلمس فيه معا مواجع الإنسان اليمني. خرجوا من بيوتهم أحياء إلى أعمالهم ومدارسهم، لكن العمال منهم لم يصلوا إلى أعمالهم، والطلاب توقفوا عن أداء تحية العلم الوطني. قذيفة مدفعية أرسلتها ميليشيا الحوثي والمخلوع إلى شارع مأهول بالحياة يضج بالأطفال والمدنيين في حي بير باشا في مدينة تعز يوم 3 أكتوبر 2016. قتلى وجرحى كانت الحياة أمامهم، وبينهم وبينها وقفت الميليشيا تمنعهم من أسبابها، الماء والغذاء والدواء وغيرها من ضرورات الحياة تمنعها ميليشيا الحوثي عن سكان المدينة عموما، ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. وفوق ذلك فهي ترسل قذائفها باستمرار لتقتل الجوع والعطش والمعذبين الذين تحاصرهم في الوقت نفسه. نشاهد هذا الفيلم ثم نعود لاستكمال الحديث. والله حصلت قذيفة من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح على سوق شعبي في بير باشا، أدى إلى استشهاد 9 أفراد، 5 أفراد أو 5 أطفال أعمارهم ما يتجاوز ما بين 9 و11 سنة، و4 كبار في السن، و3 الآن في حالة خطيرة منهم في العناية المركزة، وأعمارهم أيضا ما يتجاوز بين 9 و11. ضربوا قذيفة جنب البيت وتوفوا 5 جهال، بنت و4 عيال، واحد منهم أخي صغير جنب بير باشا مدينة مظفر بالبير. والله احنا نشتغل هنا ندري القذيفة هنا، الناس ماشيين هنا مترت هناك، واحد بايع يبيع واطفال يلعبوا هنا، ندري الضحايا قدامنا. اللي حصل عصب، يعني قصف عشوائي بدون هدف، بدون يعني الهدف القتل. يعني هذه بنتي ملاك واختها المتوفية الشهيدة ريم، خرجوا ياخذوا لهم طرزة من البقالة اللي جنبهم هنا والقذيفة حطت. البداية ان احنا كنت اشتغلنا في الورشة، ندري والقذيفة وصلت لهنا، نقزر نقرين حرمة هنا صومالية مكان تعورة، واطفال 4 وهذه الطفلة، واحد صاحب موتر هناك، واحد يبيع له قراطيس كياس، راحوا ذو الضحايا، يعني ما هو السبب. يعني كانوا يلعبوا الأطفال هنا في الشارع، يمارسوا الحياة الطبيعية والأشياء، مما أدى إلى سقوط هذه القذيفة، أدت إلى نهاية الجميع، وهذا عمل إجرامي بشع بما تحمله الكلمة، يعني إجرام بشاعة، قتل، انتهاك، اعتداء صارخ من قبل ميليشيا الحوثي وصالح في أرضنا وبلدنا. هذا مدني مو معسكري، هذا واقع مواطنين يمشوا ناس مو معسكري، بس هم يستهدفون المدنيين. ما فيش جنبه ولا موقع عسكري ولا معسكر ولا في أي شيء، منطقة سكنية، طريق رسمي يعني، وإنه ما فيش شبهة حتى لموقع عسكري ولا. المهم إنه القتل كذا يستهدف تعز، ما يستهدفوش لا مقاومة ولا يستهدفوا الكل يعني. في فاشية جديدة يعني. فاشية جديدة ظهرت لنا من مران، وإن شاء الله أيامها قريبة والنص قريب.
كان مرعب، كان مرعب يوم يعني والله أمس. فالله يصيبهم، الله يصيبهم ما عمل يعمل المشاكل هذه. والثاني بعده يمكن 10 دقائق قذيف الثاني لا جنب القسم فقط. فيش موقع عسكري، ما فيش موقع عسكري هنا، هذا موقع عالم، يمشوا ناس قيود ساكنين دكاكين مفاتيح. ايش ذنبنا احنا لما يقول جنبنا القضايف؟ نحن سكن، احنا ساكنين هنا. اين الموقع العسكري؟ هذه منطقة مكتظة بالسكان، مليئة بالحارة، وصلت القذيفة إلى الحارة مكتظة بالسكان. أين الموقع العسكري؟ الموقع العسكري إذا كان اللواء، اللواء في المطار القديم، وهذا في بير باشا سوق شعبي، وزادوا القذيفة الثانية جاءت بعيدة، اهتبوا الناس لإنقاذ الجثث والقتلى والشهداء والكذا، وإنقاذ أيضا ما تبقى من الجرحى، الأشلاء ممزقة ومقطعة، وإذا بالقذيفة الثانية تأتي بإرادة الله وبمشيئته أنها أطالت يعني ابتعدت عن المكان قليلا، وإلا لدمرت أكثر من 50 فرد في ذلك الوقت. ما نحن الشهود، نحن مسلمين، نحن مسلمين، ما نحن الشهود. صحوا فلسطين، فلسطين تنادي مش اليمن. نحن بأمان الله نمشي، ما فيش جنبنا حاجة، وهم يهدفوا فوقنا، يواجهوا الرجال ما يواجهوش الناس ونمشوا. نقول لهم انه يعني مكانهم الطبيعي هو المحاكم، وانه ما عاد باقيش وطن يحكمنا معهم ولا يحكمونا على اشلاء اولادنا واخواننا وابنائنا، وانه المكان الطبيعي لهم المشانق والمحاكم. هذا عمل إجرامي، وهذا يعود على الميليشيا التي خرجت من الكهوف، لا تعرف لا حوار ولا تعرف سلم ولا تعرف أيضا مبادرات ولا حوارات ولا هدنة، رغم أنهم أعلنوا عملية التهدئة في هذه الأيام. هذه ما تعرف إلا حوار القتل، لا تتعامل إلا بحوار العنف، حوار المدفعية، الدبابة، البندقية، لا تعرف السلم، رغم أن مدينة تعز هي مدينة السلام، مدينة القلم، مدينة كل شيء، ومع هذا وصلوا إلى هذه المدينة لكي يحطموا هذا القلم وهذا السلاح، سلاح العلم والمعرفة. نقول حسبي الله نعم الوكيل، بس هذا سلاحنا. الله أكبر، ما ضيع اليمن، الله يضيعه ما ضيعنا، الله يبهذل بهم بهذل بهم، الله يشتت بهم ما شتت بنا، الله يبهذل بهم، الله يقعد دار الدور على راسه، الله لا نصر لا بالدنيا ولا بالآخرة. ما نقول، ما نقول منهم إنهم أعداء، يعني أعداء لبناء أبناء تعز، لا حوثة هنا يعني مقاومة ولا إنه معسكر هنا ولا يعني، بس عشوائي يضرب، ما يتقوا الله ولا رسوله، هذم شعين، هذم ولا عند أبوتون إنسانية ولا عندهم ضمير. أنا ما فقدت شحات، فقدت العالم، فقراء مساكين، الناس يمشوا بأمان الله، الأطفال إيش ذنبهم؟ أنا شفت الحالات، الحالات الناس الأطفال ميتين مقطعين، ذنبهم إيش؟ إيش بذنب من؟ قاضي عن طريق الصومالية ميتة مسكينة حرام، فعلى العشالة سنتين قاعدة تحت الشجر. لا حول ولا قوة إلا بالله، سواء نقول يعني الحوادث هذوم الله لا بارك بهم. حسبي الله نعم الوكيل يا رب، حق الساعة المباركة يا رب، انصر أمي العبيبة يا رب، انصر اليمن يا رب، يا رب دقب بعرشك يا ملكة الرحمن، ارحمنا يا رب، ارحمنا من العملاء يا رب، من تجار الحروب يا رب، احفظ اليمن يا رب. في هذه المجزرة خسرت 5 أسر أطفالها، لكن هذه ليست كل الحكاية، فكل أطفال اليمن ضحايا، بعضهم خسر حياته، بعضهم خسر صحته، لكن الغالبية العظمى من أطفال اليمن خسروا طفولتهم وانتهكت حقوقهم الأساسية في الحياة بكرامة
وصحة مع أسرة مقتدرة على تلبية احتياجاتهم، وفي دولة تقدم لهم خدمات التطبيب والتعليم وغيرها من الخدمات التي تقدمها الدول لأطفالها، وهو واجب عليها وليس فضلا منها. مشاهدين الكرام، فاصل قصير نعود بعده للاتصال بالمحامي والناشط الحقوقي توفيق الشعبي، لا تذهبوا بعيدا. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، كما أرحب بضيفي المحامي والناشط الحقوقي توفيق الشعبي. مرحبا بك أستاذ توفيق. أهلا وسهلا. شاهدنا قبل قليل فيلما عن مأساة بير باشا وما حدث لأطفالها وللمدنيين هناك الذين تعرضوا لقصف استهدف الحي في الاثنين الماضي. أنت من سكان المدينة، هل في هذه المنطقة ما يمكن أن يكون هدفا عسكريا يغري الميليشيا بهكذا قصف؟ خليني أقول لأخي العزيز أن مسلحي الحوثي وصالح لا يتورعون عن قصف الأحياء المدنية واستهداف الأسواق والأماكن المكتظة بالسكان أو بتجمعات المدنيين. هم لا يفرقون بين ذلك، وليس الأول مرة الذي يقصفون فيها منطقة سكنية وشارع عام. منذ سنتين إلا قليل مسلحي الحوثي صالح ارتكبوا أكثر من جريمة وأكثر من مجزرة بحق المدنيين. المكان الذي تم قصفه كان في لحظة مكان عام تتجمع فيه الناس، ويتجمع مكان لتجمع المدنيين لشراء احتياجاتهم، وهو خط عام بنهاية سوق بير باشا. إضافة إلى أنه موقف لفرزات باصة باتجاه المطار القديم وباتجاه المدينة. ناهيك عن أن الوقت الذي تم فيه القصف لم يكن فيه أي مواجهات، ولم يكن في ذلك المكان لا موقع عسكري ولا منطقة ولا مركز مقاومة ولا مكان لتجمع الجيش الوطني أو المحسوبين على المقاومة. هو مكان مدني بحت وشارع عام معروف للصغير والكبير ولمن يعرف مدينة تعز ومنطقة بير باشا أنه مكان مزدحم ومكتظ بالمدنيين وبحركة المدنيين في كل الأوقات. لا تدور فيه مواجهات ولا تنطلق منها؟ أبدا مطلقا لا يدور فيه مواجهات، وإن بعيد كل البعد عن مكان المواجهات، ولا يوجد مكان قريب بجواره يمكن أن نسميه مكان لتمركز مسلحي المقاومة الشعبية والجيش الوطني، ولا يوجد فيه مكان ليتحصن فيه المقاتلين. هو مكان مدني بحت وطرف سوق شعبي وموقف باصات، وأمامه سوبر ماركت لشراء الاحتياجات ومحل. نعم، شاهدنا هذه التفاصيل من خلال الفيديو الذي تم عرضه. هل لديك أستاذ توفيق أي معلومات عن حال الجرحى ممن أصيبوا في هذه الحادثة؟ هذه الحادثة كانت مؤلمة بحق، كون أغلب ضحاياها هم من الأطفال. لعلكم شاهدتم تلك الصور التي تدمي القلب، والأطفال مرمي بهم على قارعة الطريق وفي الرصيف ووسط الشارع العام، وما زال الجرحى في حالات خطيرة، وأغلبهم أيضا من الأطفال. عشرة من القتلى المدنيين وأكثر من 15 من الضحايا. هناك 6 حالتهم خطيرة، بينهم 3 أطفال وامرأة كذلك. الأمر لا يتعدى ذلك اليوم، وإنما اليوم الذي قبلها سقط أيضا طفل وأصيب 6 في قصف على حي مدني في منطقة وادي القاضي. اليوم الذي تليه واقعة بير باشا هناك أيضا ضحايا مدنيين، 3 ضحايا مدنيين قتلوا، وإحداهم طنطن والآخر في قصف إلى منطقة حسنات. إلى اليوم منذ أكثر من سنة ونصف ومدينة تعز تنزف جراحا بالمدنيين، والجريمة هي الجريمة، كانت بحق واحد أو بحق 10. استهداف الأحياء المدنية جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، كانت بالكاتيوشا أو كانت بالمدفعية، كانت بالطيران أو كانت بالصواريخ.
وبالتالي نحن نقول أن ما يحدث في تعز كل يوم تحصل جرائم حرب يرتكبها مسلحي الحوثي وقوات صالح وفي حق المدنيين، وكأن هناك استهداف ممنهج لقتل المدنيين. نعم. كأداة تتخذ من وسائل الحرب وهي ما تسمى بالحروب الجديدة التي تقوم على إرعاب المدنيين وقتلهم. أنت سبقتنا بطرح هذا التوصيف، وكنا نود أن نسأل عن هذا التوصيف القانوني لجريمة قصف الأحياء المدنية وفق القانون الدولي والمحلي وأيضا الشريعة الإسلامية والأعراف. كل سواء في القانون الوطني أو سواء في اتفاقية جنيف الأربع أو قواعد القانون الدولي الإنسانية العرفية أو قواعد القانون الإنسان القانون حقوق الإنسان الدولي، كلها هذه المواثيق والاتفاقيات تجرم استهداف الأحياء المدنية والأعيان المدنية واستهداف السكان المدنيين. نعم. أو إرعابهم أو اتخاذهم وسيلة من وسائل الحرب أو حصارهم بقصد تركيعهم أو منع تنقلهم أو حركتهم في الاتفاقية المادة الثالثة من اتفاقية جنيف الأربع والملحق البروتوكولي الثاني لاتفاقية جنيف الذي تحدث عن حماية المدنيين في حالة النزاعات المسلحة الداخلية، بما في ذلك الحصار ومنع دخول الغذاء والدواء. نعم الحصار، استخدام الحصار أو تدويع المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب، وهذا ما تعاني منه مدينة تعز بشكل مستمر منذ سنة ونصف، يعتبر أمر مجرم ويرتقي إلى جريمة. نعم. حرب أو من الجرائم ضد الإنسانية التي يعاقب عليها القانون الدولي ويعاقب مرتكبها. لكن دعني أقول للأسف تطورت وسائل الحروب وتطورت وسائل استهداف المدنيين والأحياء المدنية، ولكن قواعد القانون الدولي الإنساني. نعم. لم تتطور لمواكبة هذه التطورات في ارتكاب الجرائم للأسف الشديد. ماذا عن قانوننا المحلي؟ كيف يوصف القانون اليمني ما حدث في بير باشا؟ يا أستاذ، نحن أحد الجمهورية اليمنية، أحد أشخاص المنظومة الدولية. نعم. ومصادقة على اتفاقيات جنيف الأربع، ومصادقة على اتفاقيات معاهدات لاهاي، ومصادقة على مواثيق حقوق الإنسان والقانون الإنساني قانون حقوق الإنسان الدولي ومصادقة عليها. نعم. وبالتالي تعاد وفقا لدستور الجمهورية اليمنية ولمخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمسودة الدستور الجديد، اليمن ملزمة إلزام كامل بتطبيق هذه القواعد باعتبار أن هذه الأفعال جرائم. وبالتالي صارت قوة القواعد القانونية الدولية، صار لها قوة ملزمة داخليا وفقا للقانون الداخلي، وخاصة بعد مصادقة الجمهورية اليمنية ومجلس النواب على هذه الاتفاقيات. على كل حال، لكن ما يحدث هو أن الشعب اليمني يخوض معركة استعادة هذه الدولة التي نأمل أن تقوم بتنفيذ ما تم التوقيع عليه. أريد أن أوضح بهذا الخصوص، صحيح أن مؤسسات العدالة في اليمن عطلت وتم تعطيلها من قبل الانقلاب أو نعم. الانقلاب، ولكن هناك فسحة ومجال في القانون الدولي الإنساني وفي قانون حقوق الإنسان يتيح في حالة تعثر أو عدم جدية ووجود وسائل للتحقيق وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم لدى القضاء الوطني لأسباب كثيرة، منها تعطيل هذه المؤسسات، يتيح أن يتم تحريك فرصة لتحريك هذه الجرائم أو لتحريك ملاحقة الجناح أمام القضاء الإقليمي أو أمام الهيئات القضائية الدولية باتباع طرق معينة يمكن أن تستخدم أو أن تحرك بوسائل وبمهارات احترافية من قبل خبراء قانونيين أو الاستعانة بمنظمات تعمل في هذا المجال في الوطن العربي. نعم. أو في وفق هذا الطرح أستاذ توفيق، كيف يمكن تقييم أداء وزارة حقوق الإنسان، اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وفق ما تطرحه الآن؟ هل تستطيع هذه الهيئات الوطنية أن تقوم بهذا الدور؟ في اللحظة التي يجب أن نقيم شيء لابد أن نكون على اطلاع حقيقي بالوضع الذي هم فيه أو بالإمكانيات التي يمتلكوها. صحيح قد نلوم وجود نوع من التقصير لدى وزارة حقوق الإنسان أو لدى اللجنة الوطنية للتحقيق المستقلة المشكلة حديثا، والتي نعمل أن تلعب دور قوي
وفاعل إذا ما توفرت لها الإمكانية والدعم في هذا الإطار. لكن نحن نقول أن هناك لا توجد سياسة ممنهجة لتفعيل هذا الجانب، وغياب هذه السياسة هو الذي أظهر هذا القصور الشديد، سواء في جانب الاحتراكية القانونية في التعامل مع هذه القضايا أو مع آلية الرصد والتوثيق وتحريك الملفات الجنائية، أو في الجانب الدبلوماسي والجانب الإعلامي في كيفية إبراز وإظهار مظلومية أو هذه الجرائم المستمرة والتي نرى أنها غائبة عن الرأي العالمي الدولي أو المحلي. إضافة إلى أن هناك عامل آخر، وهو أن كثير أو غالبية مكاتب المنظمات الحقوقية الدولية ما زالوا يأتمرون أو يتعاملون مع سلطة الانقلاب، وبالتالي لا يهمهم أو لا تصلهم الرسالة واضحة عما يتعرض له المدنيون في محافظة سعيد. نلاحظ أن ثمة وفود تتبع هذه المنظمات الدولية تصل إلى البلاد، لكنها تتجه في يعني مناطق جغرافية معينة تتبع في غالبها يعني الانقلابيين، دائما تتنقل بين صنعاء صعدة. هل هناك أي تواصل معكم كحقوقيين من قبل هذه الوفود إذا ما طرح مسألة تعذر انتقالهم لزيارة تعز؟ نحن للآن نحن نبذل جهود بشكل شخصي للتواصل عن طريق الإيميلات أو المراسلات الشخصية مع بعض هذه المنظمات، وخاصة مكتب المفوضية في هذه الفترة الأخيرة، والذي كان متسارعا سريعا في إدانة جريمة برباشا وبعض الجرائم التي سبقتها. ولكن هناك قصور من السلطة الشرعية والحكومة الشرعية في كيفية استغلال أو في كيفية تفعيل ورقة الشرعية والمشروعية لهذه السلطة وقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة لإجبار هذه لفتح تعاون وثيق مع هذه المكاتب. وحينها سنتمكن من محاسبة، ستتمكن السلطة من محاسبتها ومن التخاطب مع الأمم المتحدة وإدارة هذه الهيئات الدولية كونها تقصر في عملها. نحن نتمنى كذلك المجتمع المدني أن يفتح أفق واسع وجديد في التعامل مع هذه المكاتب، ليتم بعد ذلك كشف زيف ادعاءاتها إذا ما قامت بواجبها أو قصرت في واجباتها، والتي نعتبرها إلى الآن مقصرة تقصيرا كبيرا، وتتعامل بانتقائية وتمايز بما يتعلق بالنظرة إلى الجرائم التي ترتكب ضد المدنيين من طرف عن طرف. نعم أستاذ توفيق، لو عدنا إلى موضوع حلقتنا هذه وهي جريمة بير باشا، مجزرة بير باشا، السؤال: هل تم توثيق هذه الحادثة، هذه الجريمة، كما يجب وفق القواعد، قواعد التوثيق الاحترافية، بحيث يتم ضمان حق الضحايا فيها؟ يقينا أن هناك استفادة من الأخطاء السابقة، وأنه تم توثيق هذه الجريمة باعتبارها جريمة مكتملة الأركان الموضوعية والشكلية، باعتبارها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وتم توثيقها وفق المعايير الدولية المطلوبة. ومن حيث الانتقال إلى محل الواقعة والتخاطب وتوثيق وتحريز بعض الأدلة أو تبقيات القذائف التي استخدمت، ثم أخذ إفادة الذي كانوا متواجدين في المكان والضحايا وأسر الضحايا، وتحديد رسم فوتوغراف يعني بياني وإسقاط جوي لتوجه من أي اتجاه يمكن، ثم أخذ أكثر من إفادة من في نفس اللحظة من المكان الذي انطلقت منه هذه القذائف. بالتالي أقول بأن هناك عمل، ولكن لابد أن يترجم هذه الملفات وهذه التوثيقات إلى عمل خارجي، إيصال الرسالة بشكل أسرع وبشكل أوضح، ولو كان بخصوص وقائع معينة. هناك وقائع تستحق أن يبذل فيها جهد، كون الجريمة تقوم ليس بكثرة الوقائع، وإنما بواقعة واحدة وباستهداف واحد وبشخص واحد وضحية كانوا 10 أو كان واحد. لا شك أن الجريمة هي الجريمة
مهما كان عدد الضحايا قليلا أو كثيرا. إذا نستطيع أن نطمئن أن مسألة التوعية اللازمة والدائمة بأهمية التوثيق لهذه الأحداث وهذه الجرائم بدأت تسير في اتجاه صحيح. نعم نقول هناك استفادة من الأخطاء، ولكن هناك عمل تقني وعمل لوجستي لابد أن يكون حاضرا في ذهن الحكومة الشرعية ووزارة حقوق الإنسان واللجنة الوطنية للتعاقب المستقلة بكونها نتحمل العبء الأكبر والأكثر في تحريك هذه الملفات وفي عملية التوثيق والاستعانة بمن ترى من منظمات المجتمع المدني التي تعمل في هذا المجال أو من الناشطين، من أجل باعتبارها الآن البوابة الرئيسية التي أقر المجتمع الدولي التعامل معها كلجنة ذات مشروعية في التحقيق وفي توثيق هذه الجرائم. على كل حال سنطرق كل الأبواب، وأنتم كحقوقيين متواجدين في الميدان لا شك أن جهودكم لن تتوقف في اتجاه واحد. المحامي والناشط الحقوقي توفيق الشعبي كنت معنا، شكرا جزيلا لك. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامجنا لست وحدك، نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهري أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك، كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أو قناة البرنامج على التليجرام. أطفال حي بير باشا، تم الرصد، في أمان الله.